Find the magnetic flux through a solenoid that is 40 cm long, ده ال L, has a radius of 2.5 cm, يبقى ال area نعرف نحسبها من مساحة الدايرة, has 600 turns, ده ال N, capital N, and carries a current of 7.5 ampere. طيب نكتب هو عايز الفلكس, يبقى الفاي بتساوي ال N في ال B في ال A يساوي برضو ال N. ال B في السولينويد بيساوي الميو نوت في ال N في ال I, يبقى لسه في ال A برضو ال N دي عبارة عن التيرنز بير يونت لينث, فممكن نقول N ميو نوت N على L I في ال A. نعوض بقى بالقيم, ال N 600 قال لي الميو نوت 4 باي 10 سالب 7, ال N 600 على الطول اللي هو 0.4, ال I 7.5, والاريا باي في 0.025 2 سنتي ونص تربيع, يساوي 600 تربيع على 0.4 ضرب 4 باي 1/10 سالب 7, 7.5 في باي مرة 0.025 تربيع, يطلع 0.0167 ويبر.